ما معنى اسم رانيا؟ يعد اسم رانيا واحدا من أكثر الأسماء انتشارا في مصر ودول الوطن العربي، كما أنه اسم مميز جدا ويمنح لحاملته سحرا من نوع خاص، ويضفي عليها مزيدا من التألق والثقة نظرا للصفات التي تتميز بها حاملة اسم رانيا. ويعتبر اسم رانيا من الأسماء التي لا تنتمي إلى طائفة معينة أو يعبر عن دين معين، وسوف نوضح لكم الآن صفات حاملة اسم رانيا ومعنى الاسم. تدور العديد من عمليات البحث حول معنى اسم رانيا في اللغة العربية وما يعبر عن ذلك الاسم الرائع. وجدير بالذكر أن هناك العديد من التفسيرات لأصل اسم رانيا ومعناه، حيث يعتقد البعض أنه اسم علم مؤنث أصله إنجليزي وليس عربي، على اعتبار أن النطق الإنجليزي لاسم راني الهندي، وهو كلمة هندية تعني الملكة. ويعتقد البعض الآخر أن اسم رانيا هو اسم نوع من أنواع الزهور، وتفسيره اللغة العربية على أنه لفظ يعني القرب. وهناك تفسير أخير لاسم رانيا، وهو الشخصية المديمة النظر في عمق وهدوء المستمعة للحديث بشكل جيد. هناك العديد من الصفات التي تتوافق مع كل فتاة حاملة لاسم رانيا، وهي صفات مميزة لأصحاب هذا الاسم، وهذه الصفات في أغلبها تكون مميزة ورائعة. ومنها كثرة البكاء، تحب أخواتها كثيرا، بيتوتية ولا تحب كثيرا كثرة الخروج. هذا يعتبر حب البقاء داخل المنزل من أهم صفات حاملة اسم رانيا وأكثرها تميزا، فهي دائما وأبدا تفضل البقاء داخل المنزل ولا تحب الخروج منه إلا للضرورة. من المشاهير الذين حملوا اسم رانيا رانيا اليوسف، الفنانة المصرية الشهيرة الجميلة، وكذلك رانيا علواني، السباحة المصرية العربية الإفريقية التي تحصلت على ميداليتين ذهبيتين في بطولات السباحة الأولمبية. رانيا فريد شوقي، وهي فنانة مصرية أيضا. رانيا العبد الله، هي ملكة المملكة الهاشمية الأردنية، زوجة الملك عبد الله الثاني من الحسين. رانيا هو اسم من الأسماء المؤنثة الجميلة التي تتميز بالخفة وسهولة النطق، ولكن ذلك بالتأكيد لا يحول عن بحث العديد من البنات اللاتي يطلق عليهن اسم رانيا عن دلع لاسم رانيا. وقد جئناكم بأشهر أسماء الدلع التي تطلق على حاملات هذا الاسم، مثل رانو، ريري، راني، رانوش. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التفسيرات الكثيرة التي تشين اسم رانيا، إلا أنه من المؤكد أنه اسم لا يعبر عن أي معنى سلبي، وحكم التسمية باسم رانيا جائز، وذلك بسبب أن اسم رانيا من الأسماء الغير مشتقة من فعل في اللغة العربية مثل غيره من الأسماء، كما أنه ليس الاسم الوحيد الغير مشتق، ويوجد الكثير من الأسماء مثله. وأخيرا، فإن اسم رانيا ليس مقتصرا على طائفة وديانة محددة، فهو يطلق على المسلمات مات أو غير المسلمات، ولا يوجد ضرر من التسمية باسم رانيا بعد ثبوت عدم وجود أي مانع شرعي في الدين الإسلامي يمنع من التسمية به.